ركز في الدراسة، ما تخليش حاجات تانية جانبية في الجامعة تاخدك من الدراسة، ان في الاخر بتلاقي عليك تراكمات كبيرة وانت موجود في لجنة امتحان لوحدك. 15، النصيحة الاخيرة، صلي وقرب من ربنا، هتعدي عليك ايام تحتاج تدعيه ومش هتلاقي عمل صالح تتوسل بيه. وبكده اكون اوجزت في حوالي 15 نصيحة، اهم ملاحظات او النصايح اللي ممكن الطالب وهو خارج من ثانوية عامة وداخل كلية هندسة محتاج ان هو يحطها في دماغه ومحتاج ان هو يركز عليها.